لأول مرة على مستوى المملكة تنظم في محافظة الرأس جائزة تختص بالأداء الوظيفي المتميز، والتي تسعى لنشر ثقافة التكريم اللائق لكل المتميزين في الأداء المؤسسي والفردي. انطلقت الدورة الأولى لجائزة التميز الوظيفي في حفل شرفه سمو أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود. لا شك بأن ثقافة التحفيز وثقافة المنافسة هي من أفضل الثقافات، عندما يكون هناك فريق يريد أن يحفز ويريد أن يدعو للمنافسة، فلعله من أبجديات الإدارة الناجحة عندما نحصل على مثل هذه الجائزة ويتبناها رجل أعمال صالح، كما قيل في الأثر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. تهدف الجائزة لنشر ثقافة الإبداع والجودة وتعزيز التنافس الإيجابي من خلال تطبيق نظام الجودة لتحقيق رضا المستفيدين ورفع الأداء الحكومي، ولتكون رائدة على مستوى العالم. وعلى مدى عام ونصف تم تأسيس ووضع المعايير التي تضمن تقديم عمل مؤسسي. وتسعى جائزة التميز الوظيفي إلى تأصيل روح التنافس والتفاني والابتكار بين الجهات الحكومية، وتشمل الرجال والنساء. خالد الربعي، الإخبارية، محافظة الرأس.